السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نختم هالورقة لو سمحت. الزلمة صار يوم من الصبح ما دخلش ولا سيجارة، بلاش تقوم. شو في؟ نختمها. طيب حبيبي تختمها، الدنيا أول أيام رمضان، رجع في نص رمضان، بكون القطار مش على السكة، توكل على شو قطار السكة يا زلمة؟ بدنا نمشي هالأمور. نقول لك بكون القطار مش على السكة في نص رمضان، مالك؟ مالك يا زلمة؟ الواحد بيعرف ينام في الوزارة، شو فيه بتصرخ أنت وياه؟ شو فيه؟ زلمة صايم محملنا جميل الزلمة. مالك شو فيه؟ ليش معصب؟ احنا مش معصبين، أنت اللي داخل بتخاوي علينا، ماله؟ شو بدك تختم؟ خلص ايش بدك تختم؟ ليش تعصب؟ مش معصبين يا سيدي؟ قلنا إيه؟ لك رجع بنص رمضان، مالك؟ طيب ليش معصبين طيب؟ مش معصبين، انت اللي معصب يا زلمه. انت اللي مالك بدك تختمها يا زلمه؟ بديش اختمها، ارجع اخر رمضان بنقول لك. ليش معصب؟ انت اللي معصب يا زلمه. اقسم بالله على الله طحنك، طحن لك ثلاث كتل، يخرب بيته ما اوقحه. واحد مصلمت يخرب بيته ما اوقحه، هالسافل الهامل الهامل كان معصب. كلكم رمضان هذا لازم الواحد يكون رايق. محملين لنا جميلة، والله لا حول ولا قوة، والله لو ضل دخل كيسي بين جويته. هلا هلس رمضان تهذيب للنفس يا اخي. يا اخي قال معصبين، هو اللي معصب. انت تعصب؟ مش معصبين انت الثاني يا رجل. ايه بتضخم علي الطلاق انك معصب. علي الطلاق لا اطلق. علي الطلاق لا اطلق. بمزح والله بمزح حبيبي، بمزح. خلاص افطر لك يا روح ادخن. بديش ادخن تمام. لازم سطلتنا ما انت شايف الازمه يا زلمه. بيب 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 بتزمزم. معصب؟ لا اله الا الله. مش معصبين يا عم، انت اللي معصب. ليش معصب؟ طب ليش معصب؟ ليش يا اخي انت سقاع ولا هبل ولا بتتهبل؟ انت اللي بتزمر قاعد لنا، مش شايف الازمه؟ انت لو تعرف عن مين تحكي. بس انت ليش معصب؟ بس افهم ليش معصب. مع راسي كل الاردن، انت عارف مع مين بتحكي؟ مع مين بحكي؟ مع رئيس الوزراء يعني؟ حل عنا يا شيخ. طب طول بالك، انت ليش معصب؟ مش معصب يا زلمه. طب ليش معصب انت؟ يا زلمه انت شو طول بالك يا زلمه؟ بدك تذبحه. طب لو يعرف مع مين بيحكي، بس لو يعرف مع مين بيحكي. طب يقول لي مش معصب. طب روح، طب روح يا زلمه. وين جاركم يا رجل؟ ليش معصب انت؟ اه يا زلمه، اي والله العظيم ماني عارفه. وانا بقول وين شيخ وين شيخ؟ انت ليش يا انت معصب؟ تاخذناش واحد صايم ومش مدخن من الصبح هل تحيا حبيبي يا مهنا؟ حقك علي يا حبيبي، حقك علينا، حقك علينا. حصل خير؟ حصل خير والله ماني عارف. حصل خير يا مهند؟ حصل خير مهند جارنا، وانا بقول وين شايفه؟ بده يقول لنا مرحبا. بس برضه عطى انت عصبت شوي. اذا مش معصب انتم تجلطون اليوم وش شيء زي ما هي الدم بده يطلع من عينيك. طب اقول لك مش معصب. ايه طب اقول لك علي الطلاق لا تروح. ماشي يلا نسلم. والله يا اخوي والله اللي بسمعك بقول مركبني في باخره ولا في طياره، ما هي صرصور. وبعدين ماني بتقاسم البنزين انا وياك في اول الشهر، ولا مركبني ببلاش. بعدين اسمع، الدنيا صيام واصله معي لهنا، فاهم؟ فاهم ولا مش فاهم؟ بفرمك فرم. انت تفرمني علي الطلاق؟ انا خلعتك بقاع ايدي لاجيبك في معان. اوعى تطلع من راسي. ايه طول روحك يا زلمه، نمزح، الدنيا رمضان. روح روح تنام. روح انت اللي ابصر. مالك يا زلمه من الصبح؟ مالي انا يا زلمه؟ مش شايف حالك؟ مالي؟ انا معصب حالتك. انا معصب؟ اه انا مش معصب يا زلمه. مش شايف وجهك؟ زلمه انا مش معصب. اه هيا ولك مش معصب. انا معصب؟ بير مش معصب. انا مش معصب يا زلمه، مش معصب. انا مش معصب. انا مش معصب. مش معصب. مش معصب. مش معصب. مش معصب. مش معصب. من على بهرك. تيشرتي؟ لا قطروز. وليش معصب؟ مش معصب هيك بتتخالف الناس معناها معصب. اسمعي لي اقول لك، انا مرتي قرفانها، اطلعي من راسي.
عادي، كل رجال قرفانين مرتاتهم، معناها معصب. الله أكبر، يا بنت الحلال اللي 8 ساعات تحت الشمس قرفان حالي. هيك توكلي على الله. هيك معصب بتصرخ. لا إله إلا الله. ها شاهدت معناها معصب. لدي علي تطرقيني بالحيط برنش مفلس. واصلي معي لهان، ها لهان واصلي. طب هيك معصب مفلس معصب يعني؟ مالك معصب؟ شو فيه؟ ولك يا بنت الحلال الديك شايفه أرنب. طب ما معصب. فكيني. معصب مبلا مبلا معصب. ولك فكيني. هيك. مش معصب. ولك مش معصب. هيك معصب. مش معصب. بلا مبلا. مش معصب. بلا مبلا. ولك. هي دخاله معناها معصب. مال الدولة كلها معصبة؟ شو فيه؟ حط لك اثنين كيلو. علم 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 كمان اشرح حبه. طيب يا حبيبي، طيب يا اخوي، طيب يا رفيق. والله مع الصابرين. خذها بس وصل يا زلمه، بس تيجي بتحكي معهم. انت شايف بس سيدهم اشرح حبات. لا اله الا الله يا زلمه. الواحد صايم. واحد ماله ماله. استنى استنى شوي. استنى شو مالك؟ اهدوا يا اخوان. عمي بزوق قبلي. طب ما هي بس يصلك الدور بتحكي اللي بدك اياه يا زلمه. بس وصيته. دقيقه بقول لك. حمار مالكم يا جماعه الخير؟ استنى شوي بقول لك. استنى شوي. في قدامك لما يخلص الحمار بتشتي صح؟ ايه يا وليش بتتفلسف يا اخوان؟ ايش يا اخوان؟ يا اخوان ايش حمار وحمار؟ وين انا اللي كنت تفلسفني؟ تفلسفني 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 انا اللي لفظته والله. لا لا اجيب وجهك انت ويا ابن مان كسر طول امتحانك ولا كبير. بشوفك مروح بدري. شو يعني ضل داير في الشوارع؟ قلت اروح ارتاحي شوي. لا يعني مش بالعاده تروح في هيك موعد. يعني روحت على داري ارتاح، وين اروح؟ وين ادور يعني؟ ليه ما في شيء يعني؟ ما لك شيء؟ فيش شيء. لا فيش ولا شيء. فيش مالك؟ شو صار؟ يعني ما فيش شيء. مالك انت تتهبلي قاعده؟ بقول لك فيش شيء. مالك؟ يعني حسيتك مالك شيء. يا عمي الدنيا يا رمضان ودوامنا نص دوام، اصلا بالدوام مش في رمضان. قلت اروح على الدار اريح بدني. احكي لي احكي لي شو صاير معك؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. بنقول لك فيش شيء يا بنت الحلال. هيك تشاهدت معناها معصب. مش معصب. بقول لك مش معصب. مالك انت؟ علي صوتك. معناها معصب. يا عمي مش معصب. مالك انت؟ بدك تجلطيني؟ فيش شيء اقسم بالله العظيم. مش عارف اختي ما في شيء. معصب مبلا مبلا. مبين عليك. هيك مبين عليك معصب. بقول لك مش معصب. انا مش معصب. مالك انت؟ ليكون عصبت عشان حكيت لك جيب لي كيلو قطايف جاهز. قول لي على ابو امه القطايف. بقول لك مش معصب. وشو عم انا معصب؟ مالك يا بنت الحلال؟ هي بتصرخ عمالك صوتك وصل لبقى اخر البلد. معصب انسي طارق من كندرة ولاجلك هيني من تفطر وبتعرفين على ابو امه الدخان. مش معصب والله. لسي ناخد جوكر. مش معصب. هيا بده يدخن معناها معصب.